عملية أثارت ردود فعل واسعة على مواقع التواصل وشاشات التلفزة، سميت بعملية الكرامة، فما تفاصيلها؟ قتل 3 إسرائيليين بإطلاق نار قرب معبر اللينبي جسر الملك حسين بين الأردن والضفة الغربية في عملية هي الأول من نوعها منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر تشرين الأول الماضي وتصاعد الاعتداءات في الضفة المحتلة. فكيف حدثت هذه العملية؟ القناة 14 الإسرائيلية أفادت بأن منفذ الهجوم ترجل من شاحنة تحمل بضائع كان يقودها وأخرج مسدسا كان قد قبأه وأطلق النار على موظفين أمن إسرائيليين. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن منفذ عملية إطلاق النار وصل إلى المعبر بواسطة شاحنة وفتح النار بمسدس كان بحوزته على القوات الأمنية الإسرائيلية التي كانت تؤمن المعبر بعد تفريغ الشاحنة. وبعد تنفيذ هذه العملية أعلنت السلطات الإسرائيلية إغلاق المعابر البرية مع الأردن إلى أجل غير مسمى، فيما توجه قائد المنطقة الوسطى وقائد لواء غور الأردن إلى المعبر لتقييم الوضع، واحتجز رجال الأمن الإسرائيلي جميع العاملين العرب في المعبر للتحقيق معهم. وأكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي اعتقال سائقين كانوا في المعبر وقت الهجوم للاشتباه في علاقتهم بالحادث. وأشارت تحقيقات وزارة الخارجية الأردنية الأولية أن حادثة إطلاق النار في الجانب الآخر من جسر الملك حسين أكدت أن مطلق النار هو مواطن أردني اسمه ماهر ذياب حسين الجازي من سكان منطقة الحسينية في محافظة معان جنوب عمان، وأن الحادث هو عمل فردي وأن التحقيقات مستمرة للوصول إلى تفاصيل الحادث كافة، مشيرة إلى أنه سيجري التنسيق بين الجهات المعنية لاستلام جثة منفذ العملية ليصار إلى دفنها في الأردن. وأوضح البيان أنه أفرج عن كل السائقين الأردنيين الذين تم التحقيق معهم من قبل السلطات الإسرائيلية بعد الحادث، وعادت أكثر من 100 شاحنة إلى الأردن بشكل متتابع نهار أمس الأحد، ولم توضح الوزارة إن كانت هذه الشاحنات أوصلت حمولتها أم لا. وختمت بيانها بأن الجهات الأمنية تتابع أيضاً مسألة إغلاق الجسر بعد الحادثة، وأعلنت الإدارة العامة للمعابر والحدود صباح اليوم الاثنين إغلاق معبر الكرامة أمام حركة المسافرين حتى إشعار آخر، فيما كانت إدارة المعابر معلنة أمس أن المعبر سيتم إعادة فتحه اليوم عند 10:00 صباحاً. وعن أهمية هذا المعبر فهو يعد نقطة العبور الوحيدة للفلسطينيين بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية نحو الأردن وبالتالي نحو بلدان العالم، غير أن إسرائيل تتحكم بالجانب الذي يجب أن يكون تحت سيطرة الجانب الفلسطيني. وتعليقا على العملية وصف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليوم بالصعب مضيفا نحن محاطون بإيديولوجية قاتلة يقودها محور الشر الإيراني وفق تعبيره، كما باركت حركة المقاومة الإسلامية حماس العملية مشيرا إلى أنها رد على جرائم الاحتلال وتأكيد على وقوف الأمة العربية والإسلامية مع الشعب الفلسطيني ومقاومته. وفي جانب آخر احتشد مئات الأردنيين في العاصمة الأردنية عمان احتفاء بعملية إطلاق النار على جنود إسرائيليين عند معبر اللينبي الحدودي مع الضفة الغربية، ورددوا هتافات مباركة للعملية ومؤيدة للمقاومة الفلسطينية. ومن بين الهتافات التي رددها المشاركون من عمان لابن معان كلنا مع الطوفان، ويا أبو عبيدة لبينات شعب الأردن كله معاك، كما أقام أردنيين جنازة رمزية لمنفذ العملية ماهر الجازي أمام المسجد الحسيني في عمان تحت عنوان من الكرامة للكرامة.